أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندما أقرأ سورة الفاتحة في المصحف أو في الصلاة منفردا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: عندما أقرأ سورة الفاتحة في المصحف أو في الصلاة منفردا، هل أقول آمين؟ نعم، لأنه دعاء، تقول آمين لأن الفاتحة دعاء، فأنت تؤمن على هذا الدعاء في الصلاة وفي غيرها. نعم.